Hey guys, بالبريفيوس فيديو صورت انه كيف انا بعمل التيبل في اللاتكس، وهلأ بدي افرجيكم كيف بعمل الاكواجن باللاتكس. طبعا first لازم دائما نفتح begin ونحط equation، نختار equation. بعدين الليبل هاي it's اختيارية، بس أنا لأني سويت لها reference فالcross reference هاي فلازم أحط لها label. وفي إشي كمان ممكن تسووه، لو لاحظتوا في هاي equation اللي تحت عندي begin center، بعدين حطيت equation جوا البيجن سنتر. اوكي، او اي ثينك ممكن استخدم الباك سلاش سنترينج ولا لا، نشوف. لا ما بنقدر. ف the best way انه تحطوا باك سلاش بيجن، هاي صراحة بالنسبة لإلي I always use this begin center، يعني أحسن، بضمن إنها تكون centered بالنص، لأنه شوفوا هون كيف، يعني بحس إنه خلاص هو الأفضل، يعني حتى لو محطوطة بالcenter الأفضل إنه تحطوها جوا begin center. سو راح اشيل الاكويجن تبعتي واحطها جوا هون. طيب هلا في عنا السميشن. اوكي، السميشن هلا اول شيء احنا دائما راح نستخدم سبسكريبت. اوكي، في الاكويجنز دائما نستخدم سبسكريبت، صح؟ اس سبسكريبت دي بي، يعني زي هيك. فايش الفكرة؟ انه لما تحطوا سبسكريبت تحطوا اندرسكور، وهلأ لو شلت البراكت راح يطلع بس اول حرف سبسكريبت والتاني راح يبطل سبسكريبت. فالافضل انه دائما تفتحوا كيرلي براكتس وتحطوا السبسكريبت جوا الكيرلي براكتس، و same thing for the power. يعني أنا مثلاً عندي هنا power كتير طويل، okay. عندي e to the power of negative 2 pi negative 2 pi j، يعني زي هيك إشي كتير طويل. فلهذا السبب راح أحط كل إشي جوا brackets curly brackets. يعني هلأ هذا البراكت مسكر مع هاي، وهذا كلياته في الباور تبع الاي. اوكي، اول شيء بدنا نعرف انه في السميشن في السميشن احنا السبسكريبت تبعت الان ايكوال تو 0 حطيتها اندرسكور ان ايكوال 0. اوكي، و الديسبلاي ستايل هذه اذا شلتها راح يروح عندي ال خلينا نشوف، راح يروح عندي التحت واللي فوق اذا ذاكرتي ما خانتني، لانه انا sometimes when I forget the syntax برجع على جوجل، I refer to Google. هلا تذكرت ليش الديسبلاي ستايل. الديسبلاي ستايل عشان الشكل يكون أزبط. يعني هلا الباور رح يكون مش ظابط، استنى افرجيكم كيف. هلا انا هاي رح ارجع هاي وارجع اعمل واحدة جديدة. بس بهاي ما راح احط display style،
طبعا الباك سلاش سم هي السميشن. اوكي I don't know why it's not changing، بس احيانا شايفين هاي اللي فوق السميشن بتكون مش فوق هون، بتكون محطوطة قدام هيك فوق، ما بيكون شكلها حلو، فأنا عشان هيك بحط ال display style، so it's not necessary. إيش كمان لازم تعرفوا؟ إنه يعني في أشياء basic، يعني مثلا ال power تحطوها بالهاي ال shift 6، وطبعا ال underscore يعني انسوا هاي. لو شفتوا ال underscore backslash sum underscore n my n equal 0 هاي اللي بتكون تحت، وبعدين بتحطوا ال power هاي بتكون فوق n minus 1، بعدين بتحطوا whatever you want هنا inside. بعدين لو بدكم ال power مثلا e to the power of اشي بتحطوا نفس الشيء e to the power بال shift 6، بس ايش بتسووا؟ بتفتحوا brackets curly brackets بتحطوا كل اشي. هلا هون انا حاطه minus 2 backslash pi. هلا في بعض الاشياء يعني نوعا ما لازم تكونوا حافظينها، يعني مثلا لو حطيت backslash tau حيطلع لي حرف التاو، وين حيطلع لي هذا الحرف التاو اللي هيك زي تي. إذا حطيت باك سلاش فاي أو في whatever حيطلع لي هاي تبعت الفيز تبعت الأنجل. فهاي نوعا ما symbols بتكونوا انتو يعني حافظينها او بس بترجعوا لها من جوجل. وانا حاليا مستخدمة backslash pi. اوكي بعدين بتحطوا space، بعدين حطيت ال j لانه عشان يفهم انه هذا حرف تاني. بعدين هلا انا بدي اعمل fraction، اوكي بدي اعمل fraction k over n. اوكي بدي اعمل هذا الفراكشن. هلا اي فراكشن بدكم تعملوه بالحياة عندكم هذا السنتاكس backslash frac بعدين curly brackets بعدين curly brackets. اول curly brackets بتحطوا فيه اللي فوق المقام البسط، بسط ومقام صح، الفوق البسط، وتاني brackets بتحطوا فيه المقام. يعني خلينا نشوف بدي اعمل انا فراكشن ايش بسوي. لا طبعا انا بس بدي هاي الفقرة. بدي اعمل فراكشن مثلا بدي اكتب 1 plus x على x plus y. اوكي بفتح براكتس بعمل باك سلاش فراك بعدين بحط ال 1 plus x فوق بالبسط و x plus y بالمقام، وهو لحاله حيفهم انه هذه fraction 1 plus x و x plus y تحت. طبعا لانه انا مسوي auto recompile فشوي بطيء، المفروض لو خليته manual احسن، وانا بحط recompile لحالي. اوكي هذه الفراكشن بس يعني هاي الأشياء يعني ممكن مثلا اللوج عندكم اللوج برضو السبسكريبت بحطها، بس شوفوا أنا يعني مثلا بدكم تستخدموا ساين كوزاين تعملوا باك سلاش بعدين ساين بعدين هيك، يعني زي هيك هيك أحسن، هيك أحسن. اوكي ولو بدكم تستخدموا اللوج أنا هنا مستخدم اللوج، حط باك سلاش لوج
بعدين بحط سبسكريبت whatever I want، بحط مثلا 10، أنا بدي log 10، log base 10 of 10، بعمل recombine، هون حتطلع اوكي. بس انا بحب يكون في براكت عند العشرة عشان يكون الشكل احلى. الكومباين بيطلع لي هلا لوك بيستن عشرة. اوكي سو هادي اللوك. ايش كمان في؟ يعني في كمان شغلة أحيانا بتكتبوا أشياء مثلا، بتكتبوا مثلا in this equation m refers to the columns مثلا، okay؟ فأنا I'm referring to ال m اللي هون، okay؟ هلأ الفكرة إنه أحياناً I'm referring to مثلاً الـ S هاي، كيف بدي أكتبها جوا الفقرة؟ هلأ أنا مثلاً بدي أكتب الـ S، هذه الـ S بدي أكتبها I want to refer to it في الفقرة، شو بسوي؟ بدي هاي الـ S، هاي الـ S من matrix S، طبعاً لو بتضغطوا مرتين بيوديكم لعند المكان هاي، اوكي. هلا ايش بتسووا لما بدكم تحطوا equation جوا الفقرة؟ لانه احيانا مثلا تكتبوا جوا الفقرة x plus y، ما بدكم تكتبوا equation لحالها، صح؟ ايش بتسووا؟ تعملوا دولار ساين، هو لحاله حيعملكم 2 دولار ساين، والماوس حيكون in between. فايش بتسووا؟ تكتبوا x plus y جوا الدولار ساين، بعدين تعملوا ريكومباي، وحيبين عندكم هون equation، وحتكون يعني باين انها equation هيك، حتكون italic هيك، يعني باين انها مش كلام عادي، لانه هلا لو شلت ال الدولار ساين حيصير الشكل مش حلو، حيصير مش ظابط يعني. فإحنا ما بنحب هيك، إحنا بنحب يكون ظابط. وعادي ممكن جوا الدولار ساين تكتبوا أي إشي بدكم، يعني مثلا S subscript K M عادي، يعني it works. So this is one thing. بس لو بدكم تعملوا refer لequation، الأفضل إن تكتبوها كequation وتعملوا لها refer بالcross reference طبعاً بالليبل backslash label. غالباً لما أوكي بس إيش كمان؟ يعني شوفوا أنا هون مثلاً عندي fraction في نص الفقرة عادي، يعني it's fine. عندي هون أنا هيك it's totally fine to do this. ولو بدكم أي special characters أو إشي بتروحوا للعم جوجل تقولوا له مثلا special characters فبيكون دائما موجود هيك زي جدول او اشي. سوري اللابتوب بطيء بسبب الماتلاب.
اوكي اوكي سوري، هي تحت. يعني هون في اشياء، اذا انتم نسيتوها يعني مثلا. هاي الكوماند اللي انتو بتحطوها وبطلع لكم هاي اوكي. مثلا لو بدكم less than و greater than تحطوا هاي. بس في عندكم الفون تك باكج يعطوكم اوكي، ففي برضو باكيجات ممكن تنزلوها تسمح لكم يعني تحطوا اشياء تانية. اوكي، فمثلا هون في اليورو، في لهم باكيج يورو سيم يعني. ف you always have العام جوجل، و this is how to do a simple equation. وإذا عندكم أي سؤال قولولي بالكومنتس. Oh my God، كيف أسكر هذا؟